وبسرعة. يا سلام. بداية أسبوع جميلة ورائعة. أمس كان معنا البرايم، أو البرايم الثالث إذا صحت التسمية، هو ثالث برايم في هذه النسخة، لو أنه بيروح الأول لأنه رجعوا المتسابقين اللي طلعوا وطلع اثنين يعني. عموما أمس كان معنا برايم، بدأ الساعة 11:30، انتهى الساعة 3:05 تقريبا، 5 دقائق يعني، أخذ مدة 3 ساعات ونصف، مدة طويلة في عالم البرايمات. نشكر عادل بن هيف، حضور كان مميز أمس، ما قصر، أدى لكن طول. اللجنة اللي كانوا معنا، شكرا وائل الخواجي، شكرا المخرجين اللي معه والطاقم، بصراحة كانوا مبدعين وحضورهم كان مميز. لكن أيضا البرايم كان حدث، ودعنا سلطان الجلوي نقول له الله يوفق، ودعنا أيضا عبد العزيز الأكلبي اللي كنا نطالب باستبعاده، يعني نطالب باستبعاد عبد العزيز الأكلبي يطلع برايم. ما أدري أنتم تطلبون بحد باستبعاد، أنتم تطلبون واحد بيطلع برايم. طبعا جمهورنا، احنا معنا تقرير راح نعرضه، بس بعد ما ناخذ رأي الإخوان في اللجنة في النقد هنا وبدون تحيز على البرايم. أبدأ مع الجميل دائما محمد منصور، برايم أمس ايش رأيك فيه؟ والله يا علي، أولا شهادتي مجروحة في النقد الكبير علي عادل هيف اللي نتمنى له التوفيق، كان زميل معنا هنا، فالشهادة شوي مجروحة ويقطع. لكن فني، احنا مهنيين، مهنية سلام. هنا بناخذ المهنية، وإذا نبغى نتكلم بوضوح وصراحة، الأخو عادل هيف لك أن تتخيل أنه البرايم كان أطول من نهائي مباراة الهلال والنصر. تخيل مع التتويج، مع البابا غنود، مع سفنب، مع كل شيء، أطول من مباراة الهلال والنصر. عادل هيف كان يبحث عن شيء جديد. عاد احنا ما لا تبحث عن شيء جديد، نبي عادل هيف. لن تكون يعني ما انت بصاير مثل قبلك ولا تكون نسخه من قبلك. يعني انت تقول يعني معليش، انت تقول ان عادل كان يتقمص شخصيه احد البارح، ما كان شخصيه عادل في 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 مرحله من البرايم. شفت عادل كانه يذكرني بزياد الشهري مثلا، تاثر ممكن، بس انك لا يعني تجي توقف جنب المتسابق وتقول هلا وتسولف مع، نبغى شكل جديد. عادل طولت كثير، طولت كثير يعني والله العظيم، حتى الضيوف يعني مواعيد وشيء يعني، كان عادل شوي طول. النقطة المهمة اللي لازم أعرفها أن عادل شال الليلة، عادل ككل يعني، عادل في تقديم اللي بيطلع كان جميل أيضا، مع أني ودي أن أطلع الاثنين على طول، حكم يعني فنيا كان مفروض أنه يطلع اثنين على طول ويعلم مثلا وداعا فلان وفلان ويمشي الليلة. السؤال الأعظم والسؤال اللي لازم نعرفه، متسابقين جايين كبرايم اللي طلعوا برايم، مو صحيح الموضوع، لازم نحط نقطة ونحط دائرة حمراء. نبي نتناقش فيها هذه في محور ثاني، نبي نتناقش فيها بمحور ثاني، برجع لك. نتكلم على البرايم وعن أداء عادل. تم. شكرا محمد. محمد يقول أمس ما شفنا عادل بروح عادل، شفنا عادل يتقمص شخصيات ما هي بعادل، ترى شيء طبيعي. شوف قد يكون طبيعي، لكن من المهنية والفن ما يتقمص أحد. أنا كل واحد ولو شخصيته وكاركتره، فالمفروض أن عادل طلع بكاركتره وشخصيته، ما طلع يتقمص أحد، لأن عادل مميز وعنده كثير. هذه وجهة نظري أنا. أنت تتفق معي؟ أتفق معك، ما عندي مشكلة. أداء كان جيد، لكن أبغى أشوف عادل بن هيف، ما أبغى أشوف كاركترات متقمصة. أبو مفلح، البرايم أمس، أنا بتكلم عن البرايم بعيداً عنه طول وهذه يتكلم عنها أبو منصور، لكن أنا بشوف أختلف مع أبو منصور في نقطة واحدة بس، أن أنا أشوف من الطبيعي جداً كأول فقرة يستلمها عادل هيف، وفقرة مهمة مثل البرايم، يمكن ما يدخل الجو بسرعة، يمكن أنه يبي يصل مرحلة أني أثبت نفسي في البرايم، أو أثبت قدرتي وجدارتي أني في استلام البرايم. أبو نايف، أنت ما بحاجة أنك تثبت، أنت الاختيار يعني ما صار لعادل بن هيف إلا بعناية، فهذا يعني نقطة مهمة لازم يعرفها، أنه يجي بهدوء. النقطة اللي ممكن عادل هيف ما قدر يجدد فيها، ما قدر يجدد فيها، أن أبو منصور يقول ما أبيك تسوي اللي قبلك واللي بعدك. آلية البرايم تحكم عليك أنك تسوي كذا، آلية البرايم هو يا أنه يتم تجديد في البرايم ككل عشان أنا أقدر أجيب شخصية جديدة، لكن أنت تحكمني في آلية
لازم انا الشخصيه هذه امشي عليها. ممكن في بعض المواقف ان على قولة منصور انه طلع عن مود عادل هيف وراح شخصيه ثانيه، لكن كاول حلقه انا اهني ابو نايف على ادائه القوي جدا والحضور الذهني. لكن البرايم حالات انك تختصر وتخلص بدري، واعلان النتائج مثل ما قال ابو منصور يعني قفل علينا جميع المحاور كلمة. طيب شكرا ابو مفلح، لكن انا اقول لك يعني ابو مفلح يقول بداح يقول عادل امس سوى فرد عضلات، اعطانا امكانيات ان انا استطيع اني اصلح كل شيء تمام، لكن ايضا نبغى عادل بروح عادل. شكرا. انا اما تعليقا على موضوع انه الاختيار المفروض انه في الخروج انه قال فلان وفلان في امان الله، لا، طريقه عادل امس لو كنت في مكان عادل بسوي نفس الطريقه. ليش فلان في امان الله؟ لاني انا لما اقول فلان وفلان في امان الله بيضج، ممكن اظلم واحد. كيف اظلم واحد؟ كيف اظلم واحد؟ انا لما اجي اقول سلطان الجلوي في امان الله، عبد العزيز الاكلي في امان الله، اللقطه نفسها حقت المخرج، هو بياخذ رياكشن سلطان الجلوي وزملائه، ولا بياخذ رياكشن عبد العزيز الاكلبي وزملائه؟ صح كلامك، بس احنا ما تمنينا اصلا ان عبد العزيز الاكلبي يطلع برايم، احنا تمنينا يكون استبعاد وبدال عبد العزيز. هذا مطالبات، عشان كذا احنا بنعدل بنعدل يعني مطالباتنا، ما نطالب احد باستبعاد. اصبح باللي على يميني دائما الجميل سالم حزام. صباح الخير ابو حزام، ليش تاخرت علينا؟ صبحكم الله بالخير وبالرضا وبالنور، وصباح الخير على الجميع، وصباح الخير على النقاد. معليش أنا أسحب تصبيحي على سالم حزام وتصبيح. والله يا أخي ما هو معقولة كذا ناقد كبير مثل سالم حزام مايك مقفل ويطالب يقول متسابقين مغرمين. يا أبو حزام، يا أبو حزام خليك مثل اثنين اللي قالوا مسكر مايكك، قال لي مسكر مايكه وهو صوته هواء، يعني ما أجيك الله يهديك. لا مضبوط مضبوط يا طلع صوت سالم مخرجنا للجميع يثني عليه الحقيقة. يلا أبو حزام صباح سعيد. صباح النور وصباح الخير، وأنا والله سعيد جدا وأنا أستمع لكم، حتى جلست للشبابية العالية اللي تتحلى بها بدون تحيز مع أبو عبد الله، ولا الشباب ما شاء الله. أبو منصور هين متجرد من مشاعره من زمان، وبداح أيضا ما شاء الله تبارك الله عليه. لكن يا الربع بداح قال كلمة اختيرة عادل بعناية. يا الربع أنتم ما تشوفون فرحة الإدارة أمس بعد نهاية البرايم؟ مشكلة البرايم مال المكان بشكل مخيف، شكل خلانا نعض أصابع الندم. ليش ما طلعنا عادل من زمان؟ يا سلام، ليش يا الربع؟ ليه الآن حتى الاختيار فيه شرارة أو فيه شعلة تقول ابتدأ عصر جديد لقناة الواقع، أبنائها هم من سيحمل هذه الشعلة إلى بعيد، سيما عادل اللي بيقتدي بالإعلاميين يقتدي بعادل، لا اقتدي بي أنا أعلمكم. أنا حتى في تغريدات عادل ما خسر أحد من محيطه، أنا خسرت بالكريك أعلمكم مصد. إذا بتقتدون اقتدوا بعادل، اقتدوا به، رجل دبلوماسي تنوع حتى ومر على جميع الفقرات وملاها، يحضر تحضير ما يحضر أحد منا بأرقامه، بس فيما أخذ أنه سرها إلى الساعة 3. يعني اللي تابع البرايم المفروض أن يروح الفوال على طول بعد البرايم. صدق عاد بالله، ها تصدق بالله اني انا دقيت على واحد من الزملاء قلت وينك؟ قال والله اني عارف. قلت لا قمقم يا رجال، تمام بصلي الفجر الحين. اي والله وروح نفطر. ما هو منطق يا رجال. لكن عاد بن هيف امس خلصنا من مشكله البراي. المشكله دائما تؤرق عيون مجلس الاداره، دائما هم الاعشاب. ابو بصير وش يقول؟ كان يغني في حرب ذي قار، يقول ارقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من مرض وما بي تعشق. يقول لاني مريض ولا اني بعشق، لكني سهرت مهتم. سمعها كسرة، قالوا وش يقول هذا الاعرابي؟ قالوا يقول انه سهران لكن لا هو مريض ولا هو بيعشق. قال فلص هو، لكن عادل هو لص البرايم، صرف النوم من اجفان الناس. لكن في مشكله في البرايم، الكراسي فاضيه يا الربع. العجيرب اول ما جاء في ذي قال عندكم مسرح اولمبي، لو عندنا سوينا مسرحيات عليه. يا سلام، الان الاماكن فارغه. ليش؟ رجع الجمهور يا الربع. نعم رجع الجمهور، رجع التذاكر يا ناس. نتفق. يا سلام، خلي الحياه تعود. سالم حزام شكرا. سالم حزام يقول رجعوا التذاكر، وقبلها يقول ان محمد منصور منسلخ من مشاعره.
مشيناها هذه ويقول وحزام لكن الكراسي ما حطت الا للناس الا للجمهور ويقول بنرجع هذا محور ترى مهم بنرجع له قبل ما اجيك ويقول عادل جميل حضوره جميل لو انه كان طير النوم من عيونه ما ودي اقول لص لكنه بصراحه انا اتفق عادل انت جميل ورائع واخو ابن هذه القناه فشكرا لما قدمته امس ننتظر منك الكثير الاسبوع القادم زملائي الاعزاء قبل ما نبدا